السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله اليوم هنقدم لكم خبيزات في الفران من السمين بالجنجان وحبة حلاوة وشوية ديال زريعة الكتان. نبداو على بركة الله بالمقادير. عندنا جوج زلافات ديال الدقيق القمح الكامل اللي بالنخالة ديالو، عندنا واحد زلافة ديال الدقيق الفرز، وعندنا واحد الكاس ديال الدقيق الفينو. عندنا الخميرة على حسب العجين وعلى حسب الجو، الا كان بارد غادي تكثريها، الا كان سخون ما تكثريش الخميره. وعندنا هنا شويه ديال الجنجلان وشويه ديال حبه حلاوه نافع، وعندنا هنا شويه ديال زريعه الكتان، وعندنا هنا واحد معلقه ديال السنيده، وعندنا الملحه والماء بطبيعه الحال. ان شاء الله نبداو بتحضير هذا العجين. غادي نرميو زلافه ديال الدقيق الكامل وزلافه ديال الفورص وزلافه ديال الدقيق الكامل وداك الكاس ديال الفينو، وغادي نرميو هذوك المنسمات جنجلان وحبه حلاوه والنافع، وغادي نضيفو ديك الخميره تقريبا جوج معلقات كبار ومعلقة ديال السنيدة. ان شاء الله غادي نخلط هذاك الشيء كامل، غادي نحاول نخلطو هكا بنواشف هكا مع بعضياتها. عفوا الملحة هي المهمة نسيناها، نضيفو الملحة. هاد الملحة عندي راه مكتملحش بزاف، لا ملحاش بزاف، الملحة على حسب الذوق، كاين اللي كيبغيه ناقص كاين اللي كيبغيه زايد. نخلطو هاد النواشف ان شاء الله وغنضيفو الماء. بسم الله، وغنديرو هاد التعجين لينا ان شاء الله. تعجن لينا هذه، ومن بعد ما تختمر لينا هنايا ان شاء الله غادي نحولوها للفران. كيفاش نكمروها ونكملوا داكشي الفران. بعد ما خلينا ديك العجينه ديالنا هي اختمرات لينا وكلشي، غادي نقطعوها غير قريصات صغيرين نديرهم في الفران، ما نديرهمش كبار على الشكل هذا. يكونوا غير صغيرين هكا، غادي نلولبوهم، غادي نلولبو هاد العجين، نديرو شوية ديال الدقيق ونلولبوه هكا على هاد الشكل هذا باش نديرو كريسات هاد الشكل هذا، باش ما نطولش عليكم. نكمل ان شاء الله تلوليب ديال العجين ونكرصوه في تكراس عادي. الكريسات ديالنا من بعد ما كرصناهم غنخليهم شوية يختمروا ونديروهم ان شاء الله في الفران. غنغطيوهم ان شاء الله واحد 10 دقائق هكاك حيت سبق لينا وخليناهم خمروا، ونديروهم ان شاء الله في الفران. هذا هو الشكل النهائي ديال الخبز ديالنا، نقدمو لكم بالصحة والراحة. كيجي زوين ولذيذ ومنسم. ما تنساوش الاشتراك في القناة ديالي وتفعيل الجرس باش يوصلكم ان شاء الله الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.